من هنا من استاد الأمير محمد بن عبد العزيز من مدينة المنورة، سيدة المدائن، الجولة الثانية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الأهلي قادم من انتصار بينما أحد تلقى الخسارة على أرضية هذا الملعب. بابلو غويدي وارسي وصافرة السيد ألفيس من خلال أجواء هذا اللقاء. راسية من حسين جانيني، يلعب كرة للسعيد جانيني، زهير لاروبي يتصدى لأولى محاولات الأهلي، المغربي يتألق يتصدى. شوف المرور من جانيني، الكرة لدى عبد الله السعيد، كاد أن يكون مدرج الأهلي في غاية السعادة. سعيد لمولد مرور، سعيد بكرة أرضية، ياه على كرة في غاية الروعة للأهلي. شوف المرور من سعيد لمولد والأرضية، ولقطة كانت دراماتيكية من السومة لكنها مرت. سعيد يلعب كرة عالية، ثامر الحاج مرت من الكل وبعد ذلك اجتازت في الجانب الأيمن. أحودية عرفية عرفية، والسيد فو يرسل كرة بجوار مرمى محمد لاويس. محمد السيد فو في اللقطة الماضية، شوف الكرة من ألفيس، محمد فو حاول من خلالها للأرجنتين، ارتقاء والكرة في الشباك. يا ليالي يا ليالي للقلعة أسود تزار بصوت عالي، يا ليالي يا ليالي للقلعة أسود تزار بصوت عالي. جنيني من الرأس الأخضر جاء ليكون الأخطر، يعطي التقدم للأهلي. راسية السومة عادت إلى جانيني ليضع الكرة في الشباك، هدفا أولا للنادي الأهلي. عمر يحاول المرور والدوران، زهير لاروبي، سامي كسار ومحاولة لكرة أرضية، رايد الغامدي يحاول، ريمبار سيد فو، والتألق يأتي من لويس. حسين المقهوي دائما ما تأتي المساندة من شيفو. عبد الله السعيد برأسية سهلة تهادت إلى يدي زهير لاروبي، أيضا واحدة من نجوم شوط اللقاء الأول. ثلاث كرات، كرة أرضية حاضرة من جانب شيفو. لوكاس لمحمد، عطية ذكية يا ولد، الكرة الماضية من محمد عطية، شوف 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 وضعها بذكاء لكنها تلت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة مرتدة، محمد فو وصل بعد ذلك لدى رايد، والكرة بتمر. رايد الغامدي صديق الأمس كاد أن يكون في هذه اللقطة، الكرة تصطدم وتلامس العارضة وبعد ذلك تمر إلى خارج أرضية الملعب. رايد الغامدي، حسين عبد الغني، محاولة لكرة، سيبوفيتش، عمر السومة يعيد راسية من أليكس، مرت وتلت إلى خارج أرضية الملعب. الإسباني يتقدم في لقطة، ابن مدينة ملقا كاد أن يأتي بالثاني. أليكس، رايد الغامدي غادر إلى خارج أرضية الملعب. نايف هزازي كورة قولة، الراسية من نايف، والكرة تمر بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تمر إلى ضربة ركنية، يبدو لي ألفيس يشير إلى ضربة ركنية أحودية.
الاهلي بعشرة لاعبين. محمد عطيه يلعب الكره راسيه، سيبوفيتش هرب من الرقابه البوسني لكنه لم يطرق الشباك، لم يضرب الكره بالشباك. شوف راسيه سيبوفيتش مرت بجوار مرمى الاهلي، نايف مر، نايف يوت الارضيه، كره فيها خطوره، يجهز ورقات والنصر والان موحود. هنا تسديده لاويس يظهر، شوف 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 كارلوس اوهين، تسديده قويه لاويس صاحي، لاويس متيقظ. حسين المقهوي في محاوله المرور، حسين مر، حسين وقع، ركلة جزاء. مهند عسيري يضع كرة هدف ثاني، جول للأهلي، سيف الأهلي يعزف لحن الانتصار. مهند يأتي بالأمان والاطمئنان لعشاق القلعة، هدف ثاني عن طريق من يأتي بالأمان، كلما جاء يأتي بالأمان. مهند عسيري يهدي الأهلي هدف ثاني، وضع الكرة في زاوية وأرسل زهير لاروبي في زاوية ويأتي بهدف ثاني للنادي الأهلي. مهند عسيري، ياه على مهند، كلما جاء يأتي بالحل. حسين القهوي في الجانب الأيسر، مر حسين وزهير لاروبي يأتي بالتوقيت المناسب. يا جماعة الأهلي ناقص العدد ولا كامل العدد؟ الأهلي بعشرة لاعبين يتقدم بالثاني ويسيطر على أجواء اللقاء ما بداية الشوط اللقاء الثاني. بعد ذلك سرعان ما تراجع، الكرة من ألفيس بهذه الطريقة، خرادو بكرة أرضية، محاولة لمهند بالتدخل، تيكو أدولف يطالب بخطأ في الوقت الذي يعود فيه نايف هزازي للتغطية. تشعر بأن الأهلي لم يتأثر ولم يتأخر، مهند يحاول، كرة بالجانب الأيسر لسامي كسار، يحاول أحد تقليص الفارق، يحاول أحد العودة في اللقاء. سوزا هنا كرة عالية، خروج من لاويس، ضربة ركنية أحدية تنفذ عالية، محاولة رأسية تمر. كم من الوقت يا ترى محتسب في ساعة ألفيس؟ محاولة لكرة من ساتانا البرازيلي، كرة تجاه سهلة في يدي محمد لاويس، الأصعب من هذه الكرات لم تغالط لاويس، فما بالك بكرة سهلة ترسل. سامي كسار من الجانب الأيسر يعطي كرة أرضية، سوزا محاولة لتسديدة لاويس، يا في كل مرة يظهر لاويس مرة أخرى، ولقطة من لقطات محمد لاويس على مرتين، ولو كانت أسهل من اللقطات السابقة إلا أن لاويس اصطاد على مرتين.